وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس مكيسوني ومحمد هاني واحمد عبد القادر ومحمد خليفه نصير. القايمه كده خرج منها محمود متولي ووليد سليمان طبعا واكرم توفيق وبدر بنون وصلاح محسن وعمار حمدي واحمد نبيل كوكا وايمن اشرف وياسر ابراهيم والاخير كان عنده اصابه خفيفه من المباراه الاخيره. ولذلك شاهدنا محمد خليفه نصير اه وانا قلت لك انه لفت نظري جدا مهم. في بطوله كاس الرابطه أيوه. واعتقد انه هو, هو ولعب وقتها يعني سيردباك سير اه لعيب مميز جدا وقوامه كويس واعتقد حسنا فعل وواضح ان موسيماني بيحاول يعني يجدد حوافز اللعيبه انه كل شويه بيدخل حد منهم عشان يحسسوا انهم قريبين باذن الله. طيب كان في تمرين اشتمل ال... ال... على بعض التدريبات البدنيه والتقسيمه القويه وكان في تدريب كمان مكثف لحراس المرمى تحت قياده يانكو ميشيل للرباعي بقى الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء واختتم بتقسيمه قويه شارك فيها كل اللعيبه من ثلاث مجموعات عشان يحافظ على المعدل البدني والجاهزيه لكل اللعيبه. حاضر آه بيتشو موسيماني اللعيبة بالفيديو عشان يتكلم معهم عن مباراة الصن داونز الأخطاء اللي حصلت من الفريق أسباب إهدار الفرص الكتيرة كأبرز ملاحظة سجلها المدير الفني للعيبة أن احنا ضيعنا فرص كتيرة قوي فبالتالي ضاعت مننا هذه المباراة لكن مباراة فاركو في الدوري الأهلي بيركز فيها التركيز الخاص جدا هذا الأسبوع اللي هو الأسبوع الحداشر بدأ يوم الجمعة فيوتشر فاز على المقاولين 1-0، وإمبارح سموحة فاز على غزل المحلة 2-0، منذ قليل انتهت مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش 1-1، واحد واحد وسبقها أول فوز لايسترن كومباني في الدوري السنة دي، قدر يفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0، وايسترن كومباني تحت قيادة الكابتن علاء عبد العال من اول ما تولى المسؤوليه وفي تحسن في نتائج الفريق بشكل واضح، اتعادل مع المصري وتعادل مع الاتحاد وهو فاز على سيراميكا كيلوباترا. وكان قريبا من الفوز يعني أي. في ماتش المصري تحديدا. ايوه. آه مؤكد ان النتائج بتاعت اسم كامباني بتوضح انه في تقدم في اداء الفريق. وبكره الثلاث بقى عندك ملاحظه ثانيه على الماتشات؟ لا هي النتائج بعد كده <applause> طبعا المقاولون العرب بيتاذى موقفه أيوة. ونتمنى ان يخرج من كبوته سموحه يواصل التالق ويواصل الجداره ايستر كابني يسترد مكانته الاتحاد السكندري ما زالت نتائجه يعني امكانياته احسن من نتائجه باذن الله يرجع يسترد لغه الانتصارات وطلع الجيش اداؤه والحقيقه اداء باستمرار بيدي لك سبعه من عشره آه. لا ينزل قوي ولا يطلع قوي ممكن يبقى 8 ممكن يبقى 6 ده طارق العشري اه, آه. ف... ف... دي ملاحظات يعني فيوتشر امكانياته طبعا قويه م -م. ومنشوف بقى هيعمل ايه فيوتشر والزمالك والمصري مع ام بي الاربع والخميس وطبعا بكره فاركو الاهلي وهو مباراه تاتي في ظروف صعبه للنادي الاهلي وسبحان الله ما هو ده اللي بقول لك الكره بنلعب بيها ولا بتلعب بينا <applause> يطلعك فوق وسقف التوقعات وكل ما ترمي طوبتها تجيلك آه وكل ما تعشم فيها تخونك آه امر غريب جدا يعني <applause> بكره الاهلي والفاركو الساعه 8 هيسبقوا مباراه المقصه والاسماعيلي والجونه مع البنك الاهلي ويوم الأربع الزمالك مع فيوتشر دي مباراه من الاسبوع العاشر ويوم الخميس المصري مع إمبي الاسماعيلي مع المقاصه الاسماعيلي ما زال في الموقف الصعب قوي الفرقتين آه. يمكن مقاصه ظروفه احسن شويه بس الفرقتين طبعا موقفهم كل فرقه منهم عايزه الانتصار خاصه الاسماعيلي م. يعني كان الاسماعيلي وإسر كمباني هم الفرقتين اللي حققوش اي فوز م. النهارده ايستر كمباني حققوا الفوز م. هل يفعلها الاسماعيلي وهل يدافع المقاصه ويسترد نغمه الانتصارات هتبقى مباراه مش مش سهلة مليئة بال بالأمال والوعود وهتبقى مباراة كويسة أرى أنها سوف تكون مباراة جيدة طيب الحقيقة أمس الأول كنت شرفت أنا والمهندس عادلي بتلبية دعوة كريمة من مجمع اللغة العربية كان معانا الاستاذ حامد عز الدين الكاتب الصحفي الكبير والاستاذ عبد الفتاح حسن الإعلام الكبير رئيس قناه النيل للرياضه السابق وكان سهى ابراهيم ومنى عبد الكريم الزميلتان بقناه النيل للرياضه. المؤتمر دعوته كانت لمناقشه محنه اللغه العربيه في الاعلام الرياضي. طبعا حضر الاستاذ الدكتور صلاح فضل رئيس المجمع وادار الندوه الاستاذ الدكتور عبد الحميد شيحه واحد من اساتذه اللغه انطباعاتك انطباعاتي طبعا المجمع مهتم احنا في سنه توصف بانها سنه اللغه العربيه مسانده اللغه العربيه ايوه والجميع يشعر ان اللغه العربيه واستخداماتها اصبحت في خطر ايوه انا ما رضيتش اقول الكلام اللي هقوله لك دلوقتي لان مش بس اللغه العربيه اللي في خطر ده اللغه العاميه اصبحت في خطر احنا دلوقتي اللغة التي تكتب بالأرقام عندما تتلاشى الحروف ماذا تبقى من اللغة أنت لما تشوف المسجات اللي أولادنا بيبعتوها لبعض أو الرسايل اللي على مواقع التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي أنا بحتاج مترجم عشان أقرأ أي رسالة من دول بس عين بأولادي ثلاثة يعني إيه وسبعة يعني إيه ومش عارف إيه والكلام ده إيه. هذا كلام غير مفهوم وإحنا كان ملخص اللي إحنا قلنا احنا الاتنين إن إحنا والعالم كله يعترف باللغة العربية الأمم المتحدة تعترف بيه، الاتحاد الدولي يعترف ودخلت اللغة العربية كأحد لغات الاتحاد الدولي نبتدي إحنا نهجرها ونبتدي نستهين بيها ونبتدي كل مصطلحاتنا عبارة عن الاسكواد والمنتدى والبتاع عايزين ندعم اللغة بتاعتنا عايزين آه لدرجه ان كان فيه بيضربوا مثل الاستاذ ابراهيم ان اللي كان شويه بيحافظ على قيمه اللغه العربيه يعني الله يمسيه بالخير الكابتن شربيني اه مصطلحاته اه انه كان يقول لك مواليد منطقه الجزاء الجزاء اخر عنقود المواهب آه الموهوبين آه ما هو حاجات حلوه اهي اه تعبيرات باللغه الفصحى والناس حفظتها. حتى كان ملاحظه تبين ان هم متابعين قوي. يعني احنا ادونا كتاب كده عباره عن تعريب للمصطلحات الرياضيه. الرياضية الاجنبيه. أوه. كل مصطلح. المعجم المصطلح الرياضي. اه المعجم الرياضي والمرادف بتاعه باللغه العربيه. وده مهم جدا لكن لما يوصل الامر ان يقراوا اللافتات بتاعه الجماهير اه دي مهمه ده قوي ويجي لنا من يعني دكتور عبد الحميد شيح اه عبد الحميد شيح ويقدم الندوه يقول لك كنت اتمنى وهو رجل اهلاوي متابع جدا ان حتى اولادنا وهم بيعلقوا اللافتات حد ينبههم ان ما فيش حاجه اسمها اعظم نادي بالياء هي اعظم ناد تحذف الياء للاضافه اعظم آه. ناد في الكون في ونتمنى الكون. دي و... والله كويس قلت له هنبلغ ولادنا وقطع أه... أه... نتمنى ان احنا نعتد شويه بلغتنا نتمنى ان احنا في بيوتنا نبتدي نكلم ولادنا مش بالفصحى أه... الصارمه ولكن على الاقل ما ينفعش ان احنا عشان يبان ان احنا ناس نكلمهم باللغه الاجنبيه سي سوري دي باردون الكلام ده واهمال للغه العربيه خالص مع انه يعني هيحتاجها هيحتاجها اه استاذ ابراهيم انا بنتي اتعلمت في مدارس لغه أي؟ وراحت الجامعه الامريكيه درست أه. أه. ماس كوميونيكيشن او اللي هو الاعلام يعني أه. بالانجليزيه وكانت تكتب بالانجليزيه لكن لما لقيت اللغه العربيه واستعانت بها عشقتها وقعت في اسرها ايوه و لدرجه وسأ... انها ابدعت وسمعت الكلام بتكتب كل ابداعها انا باللعب. مش عايز اقول حاجه اكتر من ان لما يوم الفرصه يعني آه الله يرحمه الاستاذ عمار الشريعة قال لها الأستاذ صلاح فايز اه حي ده شعر غنائي إيه هيقول لك تعملي ايه؟ م. قعدت معاه قعده واحده قال لها اقري لفلان اقري لفلان التزمي بكذا اعملي كذا قعده واحده عملت اللي قال عليه لقيت نفسها عشقت انها تروح تكتب الاغنيه الشعبيه برصانه وبالفاظ منضبط منضبط طيب ما ايه اللي خلاها حبت اللغه العربيه؟ لانها وجدت انها لغه ثريه وهجرت تماما تقريبا اللغه الانجليزيه الا لما تكون عايزه تقرا حاجه ولا تقرا كتاب ولا تعمل حاجه فاحنا لازم نعلم اولادنا هذا الكلام واحنا كنا محظوظين كان بيوتنا فيها مكتبات وحتى الأسرة المتوسطة كانت البنت عندها البيانو والمكتبة بتاعة الأسرة موجودة وكانت الدنيا يا فن يا أدب أي. نتمنى أن مدارسنا ترجع تسترد الهوية بتاعة اللغة أو ترسخها نتمنى أن احنا نحترم لغتنا أكتر من كده ونحت... و... و... ونبتدي نفرض مصطلحاتنا احنا على العالم مه. يعني عايزين نفرض مش نستورد مصطلحاتهم يعني الحقيقه كانت ندوه ثريه جدا يمكن ال... الاستاذ الدكتور صلاح فضل والدكتور عبد الحميد شيحه اللي خلصوا بيه بعد ما سمعوا مك... ال... 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 كلمات كل الحضور انه الاعلام الرياضي اعلام مؤثر بعيدا عن كل وسائط الاعلام المختلفه، الاعلام الرياضي لانه بيأثر جدا في العامه وله متابعينه القاعده العريضه جدا، فالبرامج الرياضيه والمباريات الرياضيه القائمين عليها عليهم مسؤوليه كبيره جدا من هنا كان اهتمام هذا المجمع الحصن الحصين والحامي للغه العربيه انه يطلع بدوره في محاوله البحث عن اسباب تراجع الاعلام الرياضي كثيرا في مجال الاهتمام باللغه العربيه حته المباريات البرامج الرياضيه الهجر التام للغه العربيه عدم الاعتداد بها حتى في التقارير الصوتيه اللي بتعرض على الشاشات المختلفه والأخطاء. اه والاخطاء طبعا الدارجه واللي بتثبت عند الناس ناهيكم عن الالفاظ اللي بتتقال البعيده تماما عن اللغه فنتمنى انه يمكن ديت جت مواكبه او ملازمه للمؤتمر اللي عقده المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في الحديث عن ظروف واشكاليات الاعلام الرياضي نتمنى انه زي ما كان الجهاز او المجلس الاعلى للتنظيم الإعلام اطلع بدوره واوصى بضروره عقد دورات تدريب وتاهيل لمن يحتاج لهذه المساله كمان المجمع الحصن الحامي للغه العربيه يطلع بدوره في دورات ايضا. اول حاجه احنا في ال... وانا آه. في ابتدائي آه. ابتدائي زمان كانت تبتدي من اربع سنين ها وتأخذ <applause> آه وتاخد ثلاث سنين وبعدين بقى تاخد مش عارف سته ابتدائي آه المهم انما كان في حضانه اه توصلك بعد اربع سنين من سن اربع سنين تبقى في الابتدائي انا ما مت... زلت متذكر حصه اللغه العربيه آه وما زلت متذكر ان كنا في مجله اسمها الفراشه آه مين عايز يكتب واحنا في ابتدائي يكتب آه في الفراشه واتذكر ان في مدرس تواصل معايا مره من 15 20 سنه وفكرني ان انا كنت بكتب في الفراشه دي وبعدين كان فيه هوايات موسيقى ورسم احنا كنا بنرسم على الشجر آه, اه وحاولت العب موسيقى بس ما كانش عندي يعني الموهبه ما ما عرفتش اعزف الكمانجه اللي كنت نفسي اعزفها يعني فروحت على النحت والرسم اتقنت النحت والرسم عندك حاجات تنمي ملكاتك ايوه ولذلك المدرسه ما كناش بنهجرها، كانت الناس تحب ان تطلع مظاهرات في بدايه الخمسينات، احنا كنا نقعد في المدرسه هنروح فين؟ م. عايز تلعب هتلعب، عايز تلعب مزيكا هتلعب مزيكا، عايز ترسم هترسم، حتى التمثيل كان في مسرح في المدرسه، مش عايزين نتمادى قوي في امكانيات المدارس، يبقى عايزين مسرح وعايزين بس عايزين نهتم ان يبقى اللغه موجوده، ها؟ وكانت حصص الدين موجوده وحصص اللغه العربيه موجوده و وكان نلقي مسابقات الشعر في المدرسه كل دي كانت بتخليك تتعلق باللغه وكل دي طبعا كان في اصول ثقافيه في كل بيت أي. كان بيساعد على هذا الكلام صحيح الكتاب التعليم العام الكتاب برضو. كان متوافر في معظم البيوت مستوى التعليم العام مهم قوي قوي يعني عايزين طبعا مستوى الله يكون في عون الدوله احنا بنطلب منها حاجات كتير قوي ها لكن طب ما تيجي للمدارس الخاصه هو المدارس الخاصة مالها هجرت اللغة العربية كده؟ طب ما انتوا عندكم الامكانات ما تحتضنوا اللغة العربية ما تشوفوا ايه الخدمة اللي تقدموه انما احنا اصبحت ال... يعني نوع من الطرف ومظاهر الارستقراطية ان الولاد ما يتكلموش عربي ما يعرفوش يكتبوا اساميهم بالعربي فتلاقي ف... ف... ت... الخط بتاعهم عامل زي الروشتات ما تقريش اه طب مش كان في حصص خط؟ طبعا انا حتى قلت لهم فاكرين القلم البسط والقلم مش عارف ايه اللي كان بنكتب بيه الرقعه البوصلة اللي كانت مشطوفه دي كنا بنكتب بيها واحنا في ابتدائي مسائل ادوات بسيطه جدا ممكن تعيد تعلق شبابنا باللغه العربيه خاصه والدنيا مهدده بان الصحافه المكتوبه والكتاب نفسه ما بقاش له دور كبير صحيح فلو سيبنا نفسنا لوسائل التواصل الاجتماعي هتكلم انا بقى بالعربي ها أه هنلاقي اللغه هتندثر بعد شويه واللغه هي لغه القران صحيح يعني الهويه الهويه المصريه والهويه العربيه الهويه العربيه الاسلاميه المصريه من كل الزوايا انت لا تهتم بهذه اللغه عشان تفهم ماذا تقرا صحيح كانت ندوه مهمه جدا وتوصياتها اعتقد شديده الاهميه نتمنى المزيد من الاسهام كل يطلع بدوره في خدمه اللغه العربيه لانها المكون الرئيسي والاساسي للهويه هي بقى عشان بما ان احنا رحنا اتعلمنا حاجه آه. اسمها الهويه الهويه عشان هو هنطلع آه. لفاصل وبعد الفاصل عيني عينك كده نشوف ما تخافش على الاهل اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقه في الفصل جاني خبر مجرد ما قلته للمهندس عادل علي استر يا رب هقول لكم ايه بقى انه لجنه الحكام بتاع تعال <applause> نطيت هقول لكم نط ليه نط لانه تم اسناد مباراه الغد بين الاهلي وفاركو للكابتن محمد معروف فده الراجل هو اللي بينط كده لوحده علشان يحتفل اكيد فاكرين اللقطه اياها بتاعته محمد معروف حكما للمباراه الاهلي وفاركو وبيساعدوا محمود ابو الرجال وهشام الدسوقي ومحمود ناجي الحكم الرابع وفي غرفه الفار احمد الغندور وهاني عبد الف... احمد الغندور وهاني عبد الفتاح ها لا بد ان يحسمها ب... ب... بوضوح بقى النادي الاهلي بكره باذن الله انما وطبعا انت جاي من من كبوه ماتش سان داونز اللي هي خارج المنطق والمالوف والواقع اللي كان في ارض الملعب ما بيقولش كده ابدا مم. فانت داخل على ماتش معروف اه باذن الله باذن الله باذن الله الدنيا تبقى ماشيه كويس بكره نتمنى ان شاء الله لكن زي ما قلت لكم وزي ما تعودتوا دايما وابدا ضربه البدايه مع مقالي ومقاله عيني عينك كده فاكرين في فترة قبل بداية السيزون والأندية بتجيب لاعبتها وكان كأس العالم لكرة اليد شغال واتقال إنه رئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر بيتدخل لتسليك انتقال لاعبين لنادي الزمالك والمهم إبعادهم عن النادي الأهلي إبعادهم عن النادي الأهلي هدف أساسي يروحوا للزمالك يفضلوا في أنديتهم وقلنا كتير مش معقولة احنا بنتكلم على رئيس اتحاد وبنتكلم على حقوق عداله في تسيير اللعبه بين الانديه المختلفه كابتن هشام نصر لما ترشح في نادي الزمالك في الانتخابات الاخيره على مقعد نائب الرئيس ولم يوفق ظهرت من ضمن محاولات الدعايه ليه حاجه الحقيقه انت عثرت عليها بالصدفه انا اه لقيتها بالصدفه بعتها لك قول لي رايك فيها ايه ايه اللي جبتها ولا ايه الحقيقه الكابتن حماده الروبي في ال... كان مستضاف في الكلاب هاوس بيقول نصا هشام نصر هو سبب انتقال قداح قد للزمالك بدلا من الاهلي ضغوطات هشام نصر كانت قويه جدا على اللاعب خصوصا ان الزمالك ما كانش عارف يخلصه والاهلي اللي كان بيخلص فيه او في اللاعب هشام نصر ساعد الزمالك كتير جدا ووقف جنب النادي وساهم في ضمه الافضل العناصر في مصر طوال سنوات تواجده في رئاسه اتحاد كره اليد هو احنا لما إيه موضوع قدح بقى لانك كنت ومحن... طرف فيه ما كنا طرف وحكيناه اه قدح كان بيلعب في كاس العالم للناشئين ايوه لعب و... نادي الشمس مش كده لاعب نادي الشمس واحنا كنا متابعينه قبل كده ايوه قبل ما يوصل النهائي انا كنت متواصل مع نادي الشمس ورئيسه الزميل اسامه ابو زيد ايوه وانهينا الاجراءات <applause> لدرجه انه يعني انا كنت عارف ان كل ما نكسب هو كان عمل حركه شاطره يعني <applause> يعني طلب مليون قلنا له اوكي عدينا المرحله وداخلين بقى على المراحل المراكز راح مزود طالب 2 مليون <applause> اول ما لعبنا الفاينل ليله الفاينل قال لي لو جبت لي 3 مليون هخلصه <applause> مش عايز اتكلم في كواليس اكتر من كده اللعيب كان مرحب واسرته كانت مرحبه والنادي كان مرحب جدا نادي الشمس وقلت له طيب انت عمال بتطلب مني بالتليفون وانا بقول لك اوكي ابعت لي الكلام اللي انت قلته كده بجواب للنادي الاهلي راح باعت انك انتوا لو بعتوا 3 مليون تحصلوا على اللعب. جواب رسمي ردينا عليه بالموافقه وراه عمر شوقي كان فات يوم بقى اتلعب فيه الفاينل وكسبنا وهو خد أحسن لاعب مش أحسن هداف للبطولة أحسن لاعب كان هشام مم. بيسموه دودي حاجة كده يعني مم. ابن هشام السيد حارس المرمى الدولي بتاع بتاع نادي الطيران لعيب موهوب قوي ده سنتر هذا ده اللي خد أحسن لاعب إنما هداف البطولة خدها قدح قدح طول فارع وعنده امكانيات وواعد وعارفين أنه هو جاي فما استخسرناش فيه ان احنا ندفع المبلغ ده لان عارفين انه ده هيبقى استثمار وصغير في السن حدث شيء غريب جدا 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 <applause> اسامه كان عايز يحترم كلمته وكان متمسك رغم أنه هو زملكاوي بس قال لي انا محترم اتفاقي معاك ولكن حصل حاجه الماتش خلص اللي بيدرب المنتخب كابتن حسين زكي واعتقد كان معاه مجدب المجد الاثنين من نادي الزمالك يعني راحوا للاعب صوروه فيديو في اوضته هناك في بطوله العالم انه بيرغب في الزمالك بيرغب في الزمالك وراحوا بعتين هذا الفيديو للاتحاد انا بقى عشان رحت مكلم وانا بتفاوض كلمت الكابتن هشام نصر قلت له يا كابتن هشام احنا بنخلص وقيل ان الاتحاد لازم يبقى له راي ويوافق على هذا الانتقال قال لي ما احنا هندرسها قلت له تدرسها في ايه؟ ما كانش لسه بقى تطورات حصلت وكسبنا البطوله قال يعني مصلحه المنتخب فين؟ قلت له مصلحه المنتخب فين ايه؟ ده انت عندك في مركزه في نادي الزمالك ثلاث لعيبه منهم ابنك مم. والنادي الاهلي عنده فراغ في الحته دي لان كنا احنا واخدين الكابتن يحيى درع وانت خدته ووديته الزمالك معلش يا كابتن علي دي ده نظام الاتحاد احنا اللي بنقرر يروح فين لمصلحه المنتخب ومصلحه اللاعب رحنا ناخد الاستغناء اسامه قال لي انا هديك الاستغناء وهو يكتب الاستغناء للنادي الاهلي قعد عمر شوقي يجي اربع او خمس ساعات مستني ياخد الاستغناء وكل شويه يتصل باتحاد كره اليد يرفضوا انتقاله في الاخر قالوا له لو عايز توديه الزمالك ودي الزمالك وراح الزمالك وخد فلوسه بالتقسيط واحنا الشيك بتاعنا كان كاش فانا جيت حكيت القصه دي قلت له يا كابتن هشام انت رئيس اتحاد ما تخشش في الموضوع بالطريقه دي قال لي هو اتحاد كره اليد ده ايام اه قبل كده كان بيعمل ايه ما كان بياخد قلت له دي كانت قوانين ماشيه على الناس كلها ده لما طبق تعليمات اتحاد كره اليد انتقل ياسر ايوب من النادي الآلي الى نادي الزمالك بدون استغناء لخلاف بينه وبين المدرب ياسر بتاعه لبيب تقصر اه ياسر اه اه لبيب اه, 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 اه ياسر لبيب اه ياسر لبيب وكان أهم لاعب في النادي الأهلي <applause> سنتر في المنتخب <applause> إختلف مع المدرب بتاعه خلاف كبير واتحاد كرة اليد خاف على مستوى اللاعب فسمح له بالإنتقال إلى زمان الزمالك وانتقل لمدة عام ورجع بعد كده بعد ما انتهت المشكلة ولا سافر بره المهم يعني فلم يستفد النادي الأهلي من أي قرار في استثناءات خالص فحضرتك ما تجيش تقول لي دي زي دي انت عندك قوام منتخب مصر الرئيسي وده لاعب ناشئ هيروح النادي الاهلي هيلعب بصفه اساسيه مكانه موجود اللي حصل وطبعا بعد كده حتى تكرر الامر في اخوان الدرع يحيى ثم سيف طبعا هيطلع <applause> <applause> الناس تقول لك كلام تاني ويجيبوا لك تصريحات تانية بس ده اللي حصل ولو ترجع عندنا هنا في القناة هتلاقيني حكيت القصة بالطريقة دي وقتها صحيح صحيح. لياتي حمادة الروبي وقت الانتخابات <applause> دعما <تصفيق> للكابتن هشام نصر قال لهم انتوا ازاي ما الراجل ده ده عمل لنا وعاوزه ولا <applause> والناس تندهش يا أستاذ إبراهيم هو الأهلي ما كسبش الزمالك ليه؟ ده أنت الأمر طب بص الزمالك السنة اللي فاتت في الدوري الأهلي جاب جون مع انطلاق الصافره اتلغى قالوا لي دي بعد الصفاره فراج... يعني جزء من الثانيه او ثانيه ما حسبوش الجون اللي كان يدي الاهلي البطوله الغاء هذا الهدف احلنا الى مباراه فاصله حصل مم. ايه في المباراه الفاصلة فاكرها انت بقي اربع ثواني وفاول لنادي الزمالك اتلعبت الكوره جرى اللاعب نط شط البلوك جابها أوه. رجعها الحكم تتلعب تاني وامتد الوقت حتى احرز يحيى درع هدف الفوز بشده من الاحمر بيفاول أه. أه. مصطفى الأحمر شد المصري أه. وشاط من فوقيه أه. لكن امتد الوقت ما بعد الوقت الاصلي عشان الكره دي تتشاط خلينا بقى في ماتش بتاع اول امس م ده انا حكيت لك ماتشين اهو كلها بنتكلم في الثواني الاخيره الثانيه الاخيره تحديدا مره الغي لك جون في الثانيه الاخيره مره يمد الوقت عشان الفاول يتشاف الاهلي 31 30 يطرد منه اثنين لعيبه بقي باقي 15 ثانيه يتناقل الزمالك الكره يجيب جون باقي ست ثواني يصفر كفايه آه. آه. يصفر اهو اهو بصوا بقى على الساعه من فضلكم خمسة واربعين خليكم مع الساعه <applause> بروح مصفر الفاينل والاهلي كان معاه الكوره كان ممكن يجيب جول في الست ثواني <applause> دول زي زم ما الزمالك جاب جول في الاربع ثواني اللي بقوا سبع ثمان ثواني عشان امتد الوقت اهو طبعا انت بتلعب اربعه خلاص خلصت <تصفيق> 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 هتعمل ايه؟ بقت 31 وكل ماتشات الاهلي في الثواني الاخيره اهو شوف صفر بص الوقت عامل فوق لسه اهي بيعمل الساعه تدق قدامك هي 56 57 بقى لنا من الدقيقه 52 ها الحكم صفر مم. يعني جون جه في الدقيقه 52 او 50 والحكم صفر ما اداناش فرصه حتى نلعب الكوره كلام غير معقول وغير مقبول في الرياضه واحنا لما بتجيب حاجه عدها يا ابني تاني عشان الناس تاخد بالها الجون جه في في الثانيه كام والحكم صفر في الثانيه كام فاضل 15 ثانيه والاهلي مطرود منه اثنين لعيبه الزمالك تنقل الكره طبعا بعتها للوينج بقت الدقيقه كام اهي 47 48 49 50 51 52 وخمسين. وخمسين صفر <applause> هل في كلام تاني يتقال عشان تعرفوا بس الدنيا ماشيه ازاي وتعذروا فرقتكم حبه طيب احنا هنا بس بنتكلم في واقع يا جماعه دامغه جدا باعتراف اصحابها اللي نقدر نقوله في الجزئيه دي فيما يخص حق اي اتحاد بشكل استثنائي في التدخل في الشؤون الفنيه في انتقالات اللعيبه هي مقوله هي مقوله باطل يراد بها باطل لانه حتى الاعتداد بانه الدكتور حسن مصطفى وهو رئيس الاتحاد كان بيعمل كده قرارات فوقيه بس كانت قرارات شفافه وواضحه يعني مثلا يجي يقول لك اللاعب اللي فوق ال 30 لو مش دولي يعتزل مفيش فريق هيسجل في قيمته لاعب فوق ال 30 سنه الا اذا كان ينشط الا اذا كان مختار في المنتخب هدفه ينشط يعمل نوع من الحيويه في الفرق ويدي فرص للصاعدين وعمل جنبها قرار العمالقه بس قصاد ديت هو ما بيطبقش ده على نادي دون نادي يعني مفيش الاهلي مسموح له والزمالك ممنوع له لا الكل ما دام مش لعيب دولي كفايه يدي فرصه لغيره هنا القرار على الجميع لكن ارجوكم أرجوكم وأرجو اللجنة الأولمبية إذا كان يعني الاتحاد اليد سواء اللي موجودين فيه أو اللي حييجوا أو اللي مشوا أو أي حد بيدير اتحاد اليد فكرة أن أنت يكون لك الحق في أن أنت تتدخل في انتقالات اللعيبة علشان مصلحة المنتخب ده كلام تهريج شديد جدا وما يصحش يكون لأن مصلحة المنتخب نظرك. دي وجهة نظرك ووجهة النظر الفنية مختلفة لأنك لو جبت اتنين مدربين وقلت لهم حطوا لي تشكيل استاذ ابراهيم ده حط معيار معلش حاطط معيار قال لك لو في اثنين لعيبه لازم الثالث يبقى ناشئ المعيار ده كان يمنع انتقال قضاح للزمالك لان كان الاثنين لعيبه موجودين والناشئ موجود هو, هو اصلا انت اختيارات المنتخب دي اختيارات متغيره وفقا للمدير الفني يعني مش هتيجي تقول لي دلوقتي لكارلوس كيروش في الكوره خلاص عنده ثلاث حراس مرمى هم ثابتين يبقى غيرهم ما يجيش او ما ينتقلش حارس للزمالك عشان الزمالك عنده جون دولي او الاهلي عنده جون دولي طب ما هو المدرب يقدر في اي وقت مدرب المنتخب لسبب فني يستبعد اللاعب وده مش من حقه انت كحقك كاتحاد انت ازاي بتفصل المساله كلها وفقا لوجة نظرك انت الفنيه حتى لو كان حتى لو كان في مجد. حتى محنة. لو كان انت شايف ان المركز ده دلوقتي فيه اكتر من لاعب بس دي دي, دي امور فنيه متغيره ودايما رايحه في سكه واحده بقى مصلحتك بتخدم ناديك طيب ما هو لما مصلحتك تخدم ناديك يقوم جاي واحد مسؤول من النادي الاهلي يمسك الاتحاد فمصلحته تخدم ناديه يبقى كده بقينا بنهرج لا دي لا رياضه ولا تنافس ولا تكافؤ فرص الاصل في المساله عشان انتوا بتخترعوا العجله الاصل في الانتقالات حط قواعد اداريه حط امور حط كل نادي له هو الحق في ضم عدد معين من اللعيبه افرض قرارات على الجميع لكن تقول لي ما ينفعش يروح للاهلي عشان في البوزيشن ده الاهلي عنده وفره فاللاعب اللي هيروح مش هيلعب انت مالك يلعب او ما دي مسؤوليه النادي ومسؤوليه جهازه الفني انت مسؤوليتك كمنتخب بقى تنتقل افضل من كل دول تاخدهم من نادي واحد تاخدهم كلهم زمالك تاخد... اللي انت عايزه ده اختيارات فنيه مطلقه للجهاز الفني للمنتخب لكن ازاي تفرض هذه القيود على عمليه الانتقالات من الاساس دي مساله شديده الفوضى الحقيقه ارجو الـ الـ الاتحاد يتخلص من ده اذا كان ينفع الوزير يتدخل او اللجنه الاولمبيه تتدخل لانه حمايه حق الانديه في تكافؤ الفرص ده حق طبيعي جدا ما ينفعش تتساب الامور لمسؤولي الاتحادات بالشكل ده ما طبقش القاعده اللي هو حاططها يا استاذ ابراهيم انا ناقشته فيها قلت له انت عندك اثنين دوليين في المكان ده وناشئ اللي هو ابنك في نفس المكان دولي برضه. فانت بتجيبه يعمل ايه؟ ال 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 يعني هو موجود وبيلعب على فترات لكن مش موجود بالقوه اللي كان ممكن يبقى عليها وهو في النادي الاهلي والنادي الاهلي محتاجه. بس هو كانت المساله انك انت بتمنع ان النادي الاهلي يعني يستطيع ان يعمل حاجه يوقف معاك بشكل في نديه او يتفوق عليك وإنما النادي الاهلي سلاحه الحقيقه كان انه قدر يبني قاعده ناشئين قويه وخد لعيبه منها حتى هو راح خد لعيبه من النادي الاهلي برضه وده الزمالك يعني جناحين آه آه. من من الناشئين لا يعني يعني فيه في لعيبه في منتخب مصر ثابت الاهلي راحت الزمالك فانا انا مش في دي اللي عايز يمشي من النادي الاهلي خلاص ده قراره لكن انك انت تفرض عليا ان انا ما اجيبش لعيب مميز وتقول لي لا انا هوديه لمصلحته نادي الزمالك المتخم بالنجوم او غير متخم انت في النهايه يعني انت لا لا هستند يا سيدي على وجهه نظره اللي بيقول لك لمصلحه اللاعب عشان يجي يلعب بس جاي في مكان مزدحم أنت ما طبقتش يا أستاذ إبراهيم أنا باخد منه ومن كلامه بقوله له حتى لم تلتزم بقواعدك أنت أنت الفكر أن لما لقيته انزعجت وإزاي تستخدم مدرب المنتخب القومي أنه يصور لعيب بالفيديو في بطولة كأس العالم ويبعتها من مثلاً. من 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 البطولة من أوضة إزاي مثلاً. يعني؟ أوه. إزاي يعني ده يحصل؟ إزاي؟ هذا كلام لو كان النادي الأهلي عمله الدنيا كانت ولعت طبعا طبعا ولا يصح لا ده يعمل ده ولا, ولا ده يعمل ده آه. ايه الخلط الشديد ده في المصالح صحيح صحيح طب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هي دي الكوره ولكن ما تخافش على الاهلي اهلا بحضراتكم من جديد يمكن في اطار بقى استعدادات كل المنتخبات الافريقيه لجوله التاهل الجوله الاخيره للتاهل لكاس العالم وزير الرياضة الكاميروني بيعلن أنه بناء على قرار من رئيس الجمهورية الكاميرونية بيتم تعيين سونج ريجو بيرت النجم المدافع الكاميروني الشهير مديرا فنيا لمنتخب الكاميرون اللي بيستعد للمباراة اللي هتجمعه مع الجزائر ذهابا وإيابا وبينهم حرب كلامية شديدة قوي هو طبعا الكاميرون بتعيش أجواء ما بعد البطولة في ناس بطولة يعني كتر خير الدنيا ان عرفت تكمل البطولة دي وفي ناس مش شايفة وقد انتقادات كثيرة خصوصا لسامو الاتو لكن طيب. احنا يعني احنا في الاخر يهمنا مواجهتنا احنا مع السنغال يعني بيتم الترتيب ليها والمنتخب شغال نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لكن زي ما تعودنا هناك كلام كثير ب بعضمة لسانه هي دي الكوره ولكن هي دي الكوره انك تسيطر انك تضغط انك يكون كل ارقام التحليل الفني اللي صالحك انك تستحوذ بالقدر الكافي جدا وفي الاخر تخسر هي دي الكوره ولكن ولكن ايه ولكن انا قلت لك ارجع للكلمه اللي انا ابتديت بيها مم. ان الكوره نلعب بها كثيرا وتلعب بنا احيانا مم. نذهب إلى كأس العالم للأندية في أسوأ الظروف، وقلت لك يا رب تكون ده 2006 وإحنا ناقصين نوصل ثالث العالم وأربعة الماتش أنت كنت إيهاب الخطيب قال لي طبعًا المهندس عدلي مش هيخرج من الأوضة لا ما خرجش قال لك مش مش هيروح الماتش لا ما أنا خايف أمشي في المكان ده حد يعلق لي برضه فأنا كنت شايف إن ظروفنا صعبة جدًا 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 ولكن يفاجئك الأهلي أه آه، والتوفيق. تتجاوز مونتيري تبتدي تعشم الله هو انا لو كسبت بالمراس زي ما كسبته المره اللي فاتت ممكن العب النهائي يا سلام يبقى آه. المركز الثاني عشمنا. آه. بصينا في المدرج لقينا الهزيمه في المدرجات مفيش جمهور الاهلي. وموسيماني قال لس وير فتشأمنا لعبنا مع الهلال يا خبر ابيض ده الهلال مدجج بالنجوم وعمل استعدادات و و و ده احنا هنتلقى هزيمه ثقيله فياتي التالق من الثانيه الاولى في المباراه وتقدم واحده من افضل مباريات البطوله وافضل مباراتك انت في كاس العالم إيه؟ طيب ماتش صن اللي ما احنا بقول لك. بعض اللقطات السابته انا بقولك اهو فترجع مونتاشي تروح عامل ماتش في الدوري ولا اروع م. مش عايز أكدب عليك انا خفت من حجم التوقعات والاشاده مش هنلعب كل ماتش كده أوه. او النتيجه مش هتطوعنا كده في كل ماتش أيوة لما جه ماتش سان داونز قلت هنكسب بس بصعوبه ما احنا عمرنا ما خسرنا من سان داونز في ملعبنا لكن نرجع تاني للتاريخ والسوابق والمرات الاولى م. ماتش بكل الارقام بكل الظروف بظروف الملعب بكل حاجه اه ما كانش التوفيق يومك بما فيه التحكيم اللي هو رضوان جيد مم. يعني انت ما ما يقولوا لك رضوان جيد ده اصلا جيد اه ده اصلا جيد أه؟ يعني بتطمن اه الراجل هيدي لكل واحد حقه اخطاء صارخه ويجي ما تتشافش عشان حظنا امم اتنين طرد في المباراه مم. واحد في الشوط الاولاني لمدافع والحارس المرمى اللي خرج لعب الكرة بايده وارتدت علينا ده حارس المرمى دي لازم لازم رضوان جيد يعتذر لنفسه بجد سيبكم انه ما فيش فار وما قطه لكن الراجل بره الملعب الراجل يعني بره الملعب الله يعني انت محتاج تاني عشان تشوفها دي في الاعاده مش عايز افار آه. العادة, يعني... العاده العاديه اللاينز الراجل... مان فين ايه مان فين صحيح انت حن... هنقعد يعني يعني خرج لك حارس المرمى بره ال18 ها بنضيع من 10 ل 11 فرصة ها أه؟ عشان نتلقى كرة من فرصة غريبة هي عشوائية كرة عشوائية دبل كيك توصل للفير دي سندة كده يشوط تروح في المقص اه يعني الحقيقة الحقيقة يعني إن المباراة بكل ظروفها هنوجه بقى انتقادات هنقول التشكيل وهنقول الطريقة كعادة إن النتيجة لما تحكم النقد لكن ما فيش منطق يقول ان المباراه دي يخسرها النادي الاهلي ودي يمكن الشيء الوحيد اللي مطمني. ايوه ليست هزيمه مستوى يا استاذ ابراهيم ولكن هزيمه ظروف. امم. <applause> ف بتضعك في الموقف الصعب؟ اه بتضعك في الموقف الصعب جدا. عندك تسع تسع بنط في ارضك هتاخدهم؟ المفروض لازم تاخدهم. اه. ماتشين المريخ صعب تكسب ماتشين يعني صعب لكن المستوى بيقول انه ممكن بس يعني التوفيق يبقى متوازن شوية واحنا كمان الفرص اللي بتجي يبقى نحرص عليها باللعب الجماعي اكتر من اي حاجه يعني اللي شاف ان زميله في موقف افضل يديله مش عايزين كل لعب لحساباته الخاصه وده اللي انا كنت بقوله انا مش عايزين يعني وسائل التواصل الاجتماعي من نقد او مديح تؤثر على قرارات اللاعب في الملعب طيب في خلال 18 يوم يعني ابتداء من بكره 1 مارس لغايه 18 مارس اظن دول 18 يوم مقفولين الاله يلعب ست ماتشات يعني كل 3 ايام مباراه بشكل ثابت بقى يعني بكره 1 مارس الاهلي وفاركو 5 مارس الاهلي والمريخ 8 مارس الاهلي وبيراميدز 11 او 12 مارس سان داونز بره الم... هي دي المشكله المصري بالسلوم في كاس مصر 11 او 12 مارس أه... 14 او 15 مارس ثم المريخ السوداني 18 او 19 مارس انت بتتكلم في 18 يوم بالظبط ست مباريات منهم ماتش في جنوب افريقيا منهم ماتش في ادنى اطراف القاره يعني عشان كده مهم جدا نقول لكم الوضع دلوقتي ماشي ازاي المجموعه الاولى مجموعه الاهلي الاهلي خسر من داونز 1-0 والمريخ كسب الهلال 2-1 المريخ بيلعب في القاهره ملعبه اصبح الترتيب داونز 7 نقاط المريخ 4 الاهلي نقطة والهلال نقطة. الاهلي نقطة والهلال نقطة. الاهلي لسه ليه مباراة الهلال مع المريخ اه الاهلي نقطة من مباراتين لسه ليه مباراة مع المريخ يوم 5 مارس والمريخ أربع نقاط أيضا له مباراة الاهلي. الجولة الجاية بقى الجولة الرابعة صن داونز والاهلي يوم 12 مارس والهلال والمريخ في السودان بقى يعني المريخ هيسافر المقيم هنا في القاهره هيسافر للسوداني لاعب الهلال المجموعه الثانيه راي... اخر مباراه يا استاذ ابراهيم ايه هتبقى اخر مباراه للمريخ والهلال اه ما هم هم تعدوا هنا في القاهره هتبقى اخر اللي مباراه المريخ كسب ده الجوله الجايه هتبقى اخر مباراه لا لا ده الجوله الجايه الجوله الرابعه الجولة يوم 11 مارس يعني المريخ والهلال هيلعبوا الجوله يوم 11 دي. آه. اه تمام الجولة اللي فاتت كان المريخ هو اللي كسب الهلال 2-1 المجموعة الثانية الرجاء المغربي كسب حوريا الغيني 1-0 وأمازولو ستيف كسب ستيف 1-0 بقى الترتيب في المجموعة دي الرجاء المغربي الأول وأمازولو أمازو الثاني ست نقط وستيف 3 وحوريا صفر في الجولة الجاية حوريا مع الرجاء وستيف مع أمازولو جولة الـ أو المجموعة الثالثة الترجي التونسي تعادل مع النجم في القمه التونسيه 0-0 صفر صفر وجالاكسي خسر من شباب بلوزداد الجزائري 2-1 بقت الترتيب الترجي وبلوزداد كل واحد عنده خمسه والنجم الساحلي عنده ثلاثه وجالاكسي عنده نقطه. الجوله المجموعه الرابعه الزمالك خسر من الوداد في المغرب 3-1 وسجرادا آه بترو اتلتيكو كسب سجراده 1-0. أصبح الترتيب بترو اتلتيكو 7 والوداد 6 والزمالك نقطتين وساجرادا نقطة واحدة. لاعبين عدد متساوي الماتشات كلهم 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 اه. الجولة المجموعة الوحيدة اللي فيها ماتش تأجل ماتش الأهلي والمريخ. الجولة الرابعة الزمالك هيستضيف الوداد يوم 11 مارس وبترو أتلتكو هيلعب مع ساجرادا القمة الأنجولية. ده وضع المجموعات الأربعة الحقيقة الـ 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 خسارة الأهلي وخسارة الزمالك في يوم واحد كان لهم تأثير كتير أو لهم ردات فعل في الإعلام عامة في الصحافة المكتوبة كتب الأستاذ حسن المستكاوي صنداونز والوداد أول الأسباب وبيرجع الأستاذ حسن المستكاوي في الشروق خسارة الأهلي وخسارة الزمالك إلى حسن تعامل صنداونز والوداد well, مع المباراتين وبيقول ما حدث في المبارتين درس متكرر وعمره سنوات الا انه من الواجب ان اذكر الجميع ان الانديه المصريه متفوقه افريقيا وحصدت 38 بطوله منها 23 لقب للاهلي و11 لقب للزمالك وثلاثه للمولين وبطوله الاسماعيلي وهو امر يستحق البناء عليه بامل وبدراسه اسبابه بعمق وتحليله حتى تواصل الانديه المصريه مسيرتها بنجاح دون ان يعرقل المسيره خساره من وراه او خساره بطوله ويبقى اسقاط نظريه اللعب خارج الارض واللعب على الارض فهي لا تليق بانديه رائده ومصنفه اولى في افريقيا وتملك هذا الرصيد ويجب ان نمتلك شخصيه البطل دائما وده كلام مهم الحقيقه خلاص فكره ان انا بلعب بره وبلعب جوه المساله انتهت لازم احافظ على شخصيه البطل والبطل له هيبته مطرح ما يروح بيلعب على المكسب. نتمنى هذا نتمنى النادي الأهلي يسترد شخصيته وثقته ولعبته وبتيجي لحظة أستاذ إبراهيم بيبقى المسألة يعني اللعيبة أهم من أي حاجة تانية أه. وتذكر ماتش الصفاقس الصعب عندما قال الأهلي وهنحلها أيوة. وحنحلها أيوة. نفعل هذا م. يعني إذا اللعيبة زي ما سمعت اجتمعوا لوحدهم قبل الجهاز الفني وتعاهدوا ازاي حي يعني اعملوا اللي عليكم وسيبوا التوفيق بقى وعدمه لله سبحانه وتعالى لكن الناس يعني لابد ان يلعب الاهلي ويحظى بالاحترام لازم يحظى بالاحترام من خلال الاداء والسعي واسترداد روح الاهلي والمفاجات الطيبه عند الصعاب يعني وده الحقيقه المسؤوليتنا اللي مسؤوليتنا ومهمتنا وامانتنا نقول للاعيبتنا اللعيبه دي يا جماعه احسن لعيبه في افريقيا اللعيبه دي وبقالهم بطولتين بيفوزوا بالبطوله القاريه والكاس السوبر واللعيبه دي هي نفسها اللي بقالها تاني بطوله للعالم تاخد البرونزيه اللي عملوه ما حدش عمله بس كمان اللي بينتظرهم صعب جدا حد يكرره عشان كده بقول لكم الجائزه المرصوده لهذا الجيل من اللاعبين غير طبيعيه انك لو ربنا اراد باذن الله وكسبت البطوله دور الابطال للمره الثالثه لا محدش عملها وصعب جدا حد يعملها تاني حتى جيل ابو تريكه وبركاته وائل جمعه الجيل الذهبي مع مانويل جوزيه ما عملش دوري الابطال ثلاث مرات ورا بعض الشناوي وزمايله عندهم الفرصه دي عندهم الفرصه ان يدخلوا تاريخ صعب جدا حد يكرره بس الكلام ده بيحتم عليهم مسؤوليه لانه احنا مع مهما قعدنا نتكلم في تحليلات فنيه وطرق لعب وتوفيق الخواجه من عدمه كله ولا حاجه قصاد تركيز اللعيبه في استغلال الفرص في حفاظ اللعيبه على لياقتهم كان المهندس عدلي قبل كده اكتر من مره بيشير هو انا لما يكون عندي جدول مضغوط وحمل زياده احافظ على نفسي احافظ على نفسي بقدر الامكان واريح نفسي بقدر الامكان واحفظ وقتي وجهدي بقدر الامكان عشان كده مش يعني اه انت مسيطر وانت بتضيع بس احنا مش هنقعد نتكلم في كتير ان احنا ضيعنا لان انت اللي ضيعت يعني انت اللي كان لازم تركز اكتر انت اللي كان لازم في الفرص اللي اتيحت في مباريات كبيره زي ديت الفرص غاليه ما حدش يستسهل الفرصه اه يعني الفرصه مهما بدت سهله عايزه تتلعب بعنايه بالظبط يعني يعني فكره ان انا مش موفق لا انت محتاج تركز وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمل لكن الاساس في المساله اعمل اللي عليا زي ما زي اتقال ما الخلاصه مستوانا قادرين اه باذن الله اعملوا اللي عليكم وربنا هيوفقنا باذن الله ده يمكن ماجد نوار في 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 الجمهوريه الاهلي والزمالك في الهواء سوا بالاشاره الى الموقف اللي حصل في هذه المجموعه لكن من صحيفي المنتخب المغربيه ودي واحده من الصحف المهمه في المغرب وايضا بقلم بدر الدين الادريسي، واحد من كبار النقاد الرياضيين المغاربه. الراجل بيتكلم عن موسيماني وفيلموت. وبيتكلم على الوداد. بيتكلم اولا المقاله ثلاث ثلاث معاني. بيقدر جدا بيتسو موسيماني. وبيقول انه الراجل ده من زمان وانا شايف انه بيامل انه يجي يدرب في الشمال الافريقي. وبيقولوا ان كتير لما كان بيبعت عبر المؤتمرات الصحفيه رسائل غزل في الوداد وكنت اشعر انه عنده رغبه انه يجي يدرب الاحمر الاحمر يقصد الوداد لكن بيقول بدر الدين الادريسي ما كنتش افتكر انه هيقع في غرام الاحمر الكبير قوي الأهل المصري وبيقول انه اداره النادي الاهلي المصري امتلكت من الشجاعه ومن الخبره ومن القدره على اتخاذ القرار الصعب ما لم ما لم يمتلكه مسؤول الوداد وبيزكي كتير بيتسو موسيماني وبيعدد البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي وبيقول ركب موسيماني اول طائره اقلته الى مصر ولطاوله المفاوضات جلس موسيماني مع الاسطوره محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي فحصل الاتفاق ونال بيتسو جزاء الاجتهاد والطموح الذي لا سقف له، اما كيف فكر فريق بقيمه ومرجعيه وجماهيريه الاهلي في انتداب مدرب من جنوب افريقيا بدون ادنى مكابره او مزايده ومن دون ركوب لجنون العظمه، فهذا ما ينم عن الاحترافيه والنباهه والعمق الذي يكتسب لاي شخص يكتسب لاي شخص ياتي لقياده فريق مؤسسي مثل الاهلي، لا يصنع نفسه رهينة لقوى الظلام. وبيقول انه يوم الفاتح من اكتوبر 2020 وصلت اداره الاهلي لاتفاق مع بيتسو موسيماني وبينهي مقالته بيتسو موسيماني الذي نال برونزيه المونديال مرتين واعتلى في تاريخه التدريبي قمه افريقيا في ثلاث مناسبات هل هو ام البلجيكي ماركت فيلموت الذي حضر للرجاء في هودج كاذب بسيره ذاتيه فارغه فراغ فؤاد موسى وبعد ثلاثة أشهر خرج من عرين الرجاء وقد أدرك الجميع خطأ الوصف ووهم التسميات اللي هو مين المدرب العالمي؟ ايوه هو الب... بالله عليكم متى سنتعلم يا ناس؟ ده بدر الدين الإدريسي واحد من الصحفيين المغاربة الكبار. عندك تعليق؟ يعني مؤكد إن ما حققه موسيماني مع النادي الأهلي م. أمر لافت للنظر. م. وإحنا هنا مش في عملية لا مباهاة ولا تزكية ولا حاجة، إحنا بنرصد واقع يرصده الجميع، أداء الراجل في المواعيد الكبرى لافت للنظر. نتمنى أن يكون مشواره بالتحديد المحلي على قدر هذا التركيز وهذا النجاح والتوفيق. والناس بقى هتقعد تقول لك هو مش هيجدد، انسوا الموضوع ده سيبوه بقى للإدارة والموسوماني كلاهما يرغب في الاستمرار وكلاهما عارف القرار حيكون ازاي لكن في امور بتحكم القرار اه في اذا ده مساله نتركها للاداره الاهم ان موسيماني يعمل اللي عليه في كل الاحوال حتى اللحظه الاخيره اذا تم التجديد كلنا سعداء اذا لم يتم هو عارف بيعمل ايه ولكن في كل الاحوال الباب الكبير ينتظر الاسماء الكبيره هيعمل اللي عليه لاخر لحظه هيقدم الاهلي في احسن صوره وباذن الله يكون الاستمرار ده الكلام المهم جدا لانه كمان حتى الكلام ملف التجديد من عدمه مغلق لكنه مفتوح اعلاميا والناس شغله بالها قوي يا جماعه بيتسو موسيماني عقده مستمر مع الاهلي لنهايه الموسم ده انت بتفكرني بحاجه اه مره لجنه التخطيط مش عايزه م. ومره شركه الكوره مش عايزه اه وجيبوا كلام على لسان ناس ما تتكلمش اه لا الاستاذ ياسين منصور هيصرح لهم ولا كابتن حسام غالي هيصرح لهم ولا المهندس عمرو مصطفى فهمي هيصرح لهم ولا الاستاذ عمرو شاهين بتجيبوا الكلام ده وتقولوا على اساس ان احنا كنا لسه بنتكلم كيف توضع الامور في سياق انها حقائق وهو كذب بين لان ما حدش اتكلم في هذا الامر فانما التخبيط التخبيط المستمر ومش فاهمين ان الأهل لا يلتفت الى هذا الكلام اه ممكن تلعبوا بعض المشاعر لقطاع من الجماهير لكن بعد شويه بيكتشف الكذب والغث من الطيب وبيعرف ان انتوا يترمي طبوتكم حدش يسمع لكم بس ده كلام قول فصل الحياة في هذا الموضوع هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف بقى مين اللي تمسك من عظم التسالي ما تخافش على الأهل ما تخافش على الأهل طول ما الأهل بيدرس كل أموره بكل هذه الحكمة وهذا الهدوء وهذه المسؤولية اللي بيشهد بها الأشقاء في المغرب وفي كل مكان الحياة بيلاحظوا قيمة هذا العمل المؤسسي المنضبط بعد المباراة ناس كتيرة اتكلمت ومحللين و لكن صاحب الموضوع نفسه مستر بيتسو موسيماني شاف اللي حصل ده ليه؟ نشوفه. بالفعل يعني طب طبعا عندنا انا حزن شديد حياه حزن شديد But بالنسبه لي انا الماتش ده ما كنتش اتمنى اخسره. But it's part of the football part of the, part of the game. These things do happen in football. جزء من كره القدم الحاجات دي بتحصل في كره القدم. But, uh, I can't blame the team. We tried so much. We got so many, many opportunities to score. ما اقدرش الوم الفريق احنا حاولنا كتير وجات لنا فرص كتير لاحت لنا فرص كتير جدا جدا ان احنا نسجل. And I will always and I always knew that if the danger comes will come from a counter attack. كنت دايما عارف انه لما بيجي يحصل خطر عليك الخطر بيكون من المرتدات. Because we had numbers On the other side, my midfield went out. And it happens in football. You learn, you learn the hard way. And put us in a difficult situation now to qualify the hardest way. So, I think we have to do it the hardest way. Yeah, but. Uh, when you put pressure and pressure and pressure and pressure, one chance, one mistake you will do, they will score. حط ضغط كبير ضغط 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 على الفريق الخصم ويجوا هم فرصه واحده بيسجلوا. But I will also always ask for 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 كيف to give us VAR. بطلب الكاف يدونا الفار تقنيه الفيديو. Because I mean

ما بنرجعوش للفار. Out of many opportunities we could have scored at least. لا هتلاقي فرص كتير كان ممكن تسجل منها. And we did not score. وما سجلناش. You have to try and win in in South Africa. لازم نحاول نكسب سان في جنوب افريقيا هناك. We can. We can. ممكن. ممكن. شكل من اشكال المباريات التي تتكرر في تاريخ النادي الاهلي آه وتعلم عندك محليا او آه اقليميا. انك تبقى مسيطر وبتضيع 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 وبعدين من هجمه او اتنين تستقبل هدف بهذا التوفيق النادر كرة من زاويه ضيقه بتروح في المقاص بالطريقه دي طبعا في ناس بتقول ان الشناوي كان المفروض وبتاع لكن انا متاكد ان الشناوي ساعتها كان متوقع ان الكوره تروح في تتشط في الناحيه الثانيه فارتكازه الذهني والبدني يمكن كان يتجه انه يروح ناحيه اليمين راحت في حته زاويه ضيقه غريبه وفي بالقوه دي لكن في كل الاحوال هذا ما يحدث في كرة القدم احيانا لكن الجمله الصادقه جدا والتي تعبر عن واقع الحال مطلوب مننا التاهل من الموقف الصعب. اه زنقنا نفسنا وعلينا ان احنا نحلها مع نفسنا بقى. ده كلام خلاصه كلام مستر بيتسو موسيماني. طيب كارلوس جريد فاكرينه طبعا المدير الفني السابق للاهلي وفاكرين اللقطه الجنونيه اللي لما عماد متعب جاب الهدف في الكونفدرالية إزاي أصيب جريدو بالجنون على الخط وفرح كتير جدا كيف تابع جريدو مباراة الأهلي وخسارته من سان داونز سئل في قناة المحور نشوفه. as a you know as an أهلي fan if you could say and someone who managed the أهلي before are you disappointed with the result with the, with the result of tonight And uh, yes, exactly. are, are you worried? Are you worried? It's a surprise, of course. It's a surprise because I expected Achli to to win and, uh, to get a, a good results in, in this Champions League. It's only, you know, it's not, it's not the first in the table now. And for Achli, Al always, this is, a, this is a very difficult situation when you are not winning. Uh, when you are not uh, first of the table because of course fans always uh, always are demanding to win, always are demanding to be in the first of the table and of course i am I'm, I'm surprised I'm surprised because I thought actually today can get the three points did yani. مستاء من نتيجه النهارده او غضبان من نتيجه النهارده فقال لي لا انا اتفاجئت بالنتيجه مفاجئ بالنتيجه لان الطبيعي ان الاهلي يكسب على ملعبه فهو متفاجئ اكتر من ان هو زعلان ما فيش جديد هو موقفه زي موقفنا توقعاته كان زي توقعات معظم الناس ولكن حدث السيناريو الأسوأ يعني انت لو خرجت متعادل الماتش دي هتزعل لكن تخسره في قسوه عايز اقول لك ان صحف جنوب افريقيا ومواقعها اعتبرت ان اللي حصل ده قال لك جزء من التاريخ ان يفوز صندونز في القاهره على الآلي هذا جزء من التاريخ لانه هو اول مره صندونز يكسب الآلي في القاهره في التاريخ آه كان محمد. بينهم قبل كده عشر مباريات الاهلي كان كسبان خمسه وصندونز كسبان واحده ومتعادلين اربعه حتى المباراه القاسيه اللي, اللي فازوا بيها كانت في بريتوريا انما هنا اول مره يفوزوا بس ايه النقطه الفارقه في المباراه بقى؟ كابتن وليد صلاح الدين نشوف النادي الاهلي يعني يتحمل اللعيبه تتحمل جزء كبير جدا في اهدار الفرص انت المباريات دي مباريات حاسمه ايوه لكن في الاخر خليني اقول لك ان ممكن في سيناريو تاني تجيب جون الاول وتكسب 3 4 اه ده آه. اللي حصل في الهلال السعودي آه. انا شايف وجهه نظري ان النقطه الفارقه م. هي تغيير بيرسي تاو لكن هنا برضو المدرب بيتظلم يا ابراهيم م. لازم الناس تعرف ان المدرب بينزل لعيب ويبتغي ان هو يكسر الدنيا فبيرسي تاو ينزل بين الشوطين ينزل لكن كان وحش م. لكن هنا كان الراجل برضو للامانه ذكي جدا لان انت لو عندك لعيب وحش في الملعب عندك حل من اتنين يا تطلعه يا اما تغير له مكانه فغير له مركزه ودي حاجه برضو هايله لان الراجل لما اتنقل راس حربه بدا يتحسن لكن انا شايف ان دي مباراه كبيره الاهلي كان فيها كويس جدا افتقد لي الفينشنج اللمسه الاخيره طبعا احنا عندنا مشكلة شوية ان احنا دايما نحلل ما بعد النتيجة لكن انت لو حللت قبل النتيجة الكلام هيبقى مختلف. أنا أظن أن أنا متفق مع هذا الكلام تماما مسألة تأثير النتيجة على الآراء وعلى المزاج العام طبعا موجودة وموجودة بفاعلية وبواقعية لكن مؤكد ان الاهلي كان فارضا لكلمته دون احراز الاهداف من الناحيه الفنيه الاهلي كان افضل كثيرا مسيطر مضيع الفرص وصاحب اليد العليا ولكن كره القدم التي تلعب بنا احيانا ايوه ها هي كده لعبت بينا لا تلعب بنا وانا كنت مسميها الكره مثل المراه اللعوب ما تديلهاش ظهرك <applause> مهما قالت لك بحبك ما تصدقهاش اه <applause> حلوه اه لعوب هتغضب جملة الجمله البنك. مش حلوه المراه اللعوب آه؟ <applause> <applause> انا بقول لك حلوه الجمله مش المراه اللعوب لا ما انا لك آه. الكره هكذا تلعب بنا ايوه وتتلاعب بنا وبأعصابنا كل ما نثق فيها تخوننا، اه ما تثقش فيها العب على طول وانت بتحترم يعني وانت بتلعب مفيش فيش ماتش سهل لكن فيه العب ضد آه عدم التوفيق <applause> وبدون أن تفقد ثقتك ولا شخصيتك. يعني أنا أخشى الفترة اللي جاية يا أستاذ إبراهيم ضغط النتيجة يؤدي إلى نوع من التسرع أيوه أو التوتر. العب أنت كنت ماسك الملعب بس بقى ربنا يوفقك بإذن الله بعد كده. مم. ونرجو أن التحكيم كمان حاجة غريبة. إحنا ما فيش ماتش للأهلي يا أستاذ إبراهيم إلا فيما نظر نطلع ونقول خدنا حقنا. إلا وخطأ مؤثر. مؤثر جدا. اه يعني يعني مش معقوله يعني إيه ف فف... حتى حتى لما تشوف انت الجون ال... اللي نزل ده الجون الاحتياطي مم. لم يكن على المستوى اللي يعني يخليه احتياطي ده ده افضل من الاساسي مش افضل هو بيصد بالصدفه عمال يصد آه. بالصدفه مش بالكفاءه مم. ما انت شفت هو في جون يطلع يمسك الكره دي بره الملعب بالطريقه دي وهو عارف إن ممكن يطرد فيعتمد على ايه؟ على حظه الفظيع ان الحكم ما يشوفهاش؟ هو ده قرار يعني؟ يعني هو ما حطش حتى صدره، ده مد ايده وحط ايده في الكرة يعني لو زقها اللاعب جول. فح... فظلم بين. ظلم بين. الكرة دي المفروض كانت تبقى طرد او لو ما لعبهاش كده ما خطرش في باله نعمل هذا التصرف الذي ينطوي على غرابه شديده ها أه؟ هتبقى جول هو لو الحكم صفر لازم تحسبه ولازم يطرد بس للاسف ما صفرش وما حسبش وما طردش حاجه غريبه وفي يعني وفي الاخر جاي ما حسبش اه لك يعني ما صفرش وما حسبش وما طردش ما هو لو حسب لازم يطرد صحيح ما هو ما, ما ده بقى, بقى سوء النوايا وبعدين انت حتى لو حسبت هتحسبها فين ده في اخطر منطقه على المرمى آه. يعني ما فيش سوء بخت اكتر من كده يعني م. ان حكم بكفاءه جيد ما يكون سيء في هذه الماتش هذه المباراه صحيح طيب هل الموقف في التاهل تازم ولا لا نشوف راي الكابتن اشرف ياسر فرص الاهلي في الصعود لا فرصته كبيره كبيره الاهلي عنده ثلاث آه مباريات في ملعبه قدام المريخ والهلال التسع بونط ده اعتقد بنسبه كبيره هيبقوا بتوع النادي الاهلي مم. وحتى مباراه سان داونز اللي بره النادي الاهلي هي إيه الجوله مش هيخسر الماتش ده مش هيخسر الماتش اللي هناك مم. فلو هو جمع 10 10 نقاط وهو عنده نقطه 11 نقطه هيوصل طبعا هيعدي لا يعني وضع النادي الاهلي مختلف النادي الاهلي لعب ماتشين ناقص له اربع مباريات غير نادي الزمالك نادي الزمالك عنده من الثلاث علي الارض النهارده برضه رخمه من صن داونز طبعا بس هتفوق قبل الماتشين اللي جايين الثلاث ماتشات اللي جايين الماتشات اللي جايه مختلفة تماما لا هتلاقي النادي الاهلي مختلف تماما من غير الماتش بتاع النهارده. ضغوط على موسيماني ان هو بيتغلب من صن اه طبعا طبعا مفيش كلام مم. في يعني, يعني الماتش ده هيبقى صعب سيبك بقى من الاهلي صعب على موسيماني هو كنفسية صن داونز ولا اي اه لا هو اللي المفروض ان هو حافظ الفرقه دي مم. وهو كان طلع قال ان الفرقه دي اسلوب لعبها حتى تطور شويه بس هما أسلوب هم اسلوب لعبهم زي ما انا سبتهم وبيلعبوا بنفس الفريق طب انت ليه ما عرفتش تتعامل معاهم في الملعب؟ مم. يبقى في حاجه غلط من عندك انت. على فكره الاعتراض بالخطا ده ينجح بعد كده يعني برضو الواحد ما بقاش عنده كبر ان هو يقول لا انا ما غلطتش انا انا في انا عامل كل حاجه صح هو طبعا اي واحد يعني عاقل هيقول لا فرص الاهلي موجوده عنده تسع نقاط على ملعبه يعني باذن الله يعني ما هو اصل يا استاذ ابراهيم لو انت بقى اعتبرت ان كل شيء ضدك يبقى لازم تكسب الثلاث ماتشات اه طبعا اللي على ملعبه. اه لو اعتبرت ان في منطق برضه ان لازم النتائج مع الفرق ما هي مش خدماك برضه يعني انت دلوقتي الهلال والمريخ هيلعبوا هناك النتيجه هتكون ايه؟ ما مش عارف امم لكن لو استمر المريخ في الفوز هيبقى ضاغط عليك برضه امم فانت لازم تكسب المريخ في الماتشين اللي هنا بالظبط او الماتشين ايا كان بقى ال... انا اعتقد الماتشين هيبقوا هنا ما هو الاثنين هنا خلاص ما هو المريخ ملعبه القاهره نرجو ان ما يتغيرش هذا الوضع مش عشان حاجه لان كده هيبقى غريب يعني لا هو حدد لا قبل ده قبل البطوله فخلاص هم للنهايه يعني طيب وبصرف النظر بقى وانت بتلعب على ارضك اولاد انا عايز اقول ايه ان انت دلوقتي انسى انسى سان داونز انت بتلعب على التاهل على حساب المركز الثاني فلازم تكسب الماتشين هنا وبعدين الهلال برضو جاي لك يحلال حلال ماتشات ورا بعض اه يحلال حلال <applause> <applause> طيب ايه افضل حاجه عجبت الاستاذ حسن السكاوي في بيت موسيماني نشوف اولا دي رياضه ودي كوره آه انا عارف ان في ناس كثيره قوي آه هتقعد تقول الله طب الاهلي كذا وكذا 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 الله مش في سان داونز كان بيلعب مع الاهلي <applause> انت شفت سان داونز لعب ازاي مم. في فرقه ثانيه بتلعب قدام الاهلي مم. لكن هي في الاخر كوره رياضه مم. يعني يعني انا عجبني موسيماني ان هو بيقول ان مش حلوم اللعيبه ايوه وهو قال آآ آآ يعني آآ يعني خلاص بقى قدرنا او ما معناه يعني ان احنا لازم نفوز في في الماتشات في الماتشات اللي جايه اللي جاي يعني هو اتفرض عليه فعلا طريق صعب لانه الخسارة على أرضك دي مشكلة يعني الحقيقة موسيماني حيران يلعب أربعة اثنين تلاتة واحد عشان افشك ولا يلعب تلاتة أربعة تلاتة ولا يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة زي ما بيلعب يعني ده واحد حيران كمان بخصوص شريف لكن الاهلي طبعا في الشوط الثاني كان متفوق تماما وكان عنده الاستحواذ حتى في الشوط الاول كان الاستحواذ بتاعه بس الاستحواذ بتاعه في الشوط الثاني كان ايجابي وكان فيه فرص ومنهم كرة لازم تدخل جول بس براعه حارس سان داونز كانت انقاذ يعني طيب مساله ان المدرب يتحمل المسؤوليه في لحظات حاسمه وحرجه اشاد بها الكابتن حسن السكاوي لأن موسيماني قال اللعيبة عملت اللي عليها وكان عدم توفيق لكن أنا هقعد معاهم ولا يمكن ألومهم و و و وده جزء من التعامل النفسي مع اللاعبين قبل المباريات الحاسمة اللي أنا بقول لو قدرنا نتجاوز الضغوط فيها النفسية وما نتسرعش وما نتوترش ربنا يوفقنا بإذن الله. طيب ده كلام الرأي المصري. الأهلي الجولتين الجايين مع المريخ السوداني الشقيق. المريخ ومسؤوليه رايهم في فرص الاهلي ايه بعد الفصل. مش بعد الفصل ما تخافش على الاهلي اهلا بحضراتكم من جديد طيب مستر بيتش موسيماني وكل الناس الحقيقه اندهشت ازاي الكره حارس المرمى يعمل تاتش بول بره ال18 وما تتحسبش وكان لازم أن يطرد طب ده رأي الناس ورأي المدير الفني للأهلي، رأي خبير التحكيم الكبير الكابتن أحمد الشناوي في ده إيه؟ نشوفه. النهارده نتيجة النادي الأهلي الفار أثر فيها؟ طبعًا خلاص بقى يعني لعبه هنا يعني لعبه ما يقدرش يحكمها غير الفار. اه مستحيل يعني أنا عايز أقول <applause> كمان الحكم يعني عشان قرب وبعد صعب جدًا لعبه صعبه ولكن في لقطه حارس المرمى لما كان على خط منطقه الجزاء اه وخد ده وخدها ده من, و... من بره يعني في هذا الوقت كانت النتيجه 0 0 كان الموضوع بفرق كبير جدا يعني اذا تصريح حضرتك ان لو وجد الفار كانت كان ممكن النتيجه تتغير اه كانت الامور هتتغير بشكل يبقى موسيماني النهارده عنده حق في حديث ان هو اتمنى وجود الفار لان ربما ده يغير النتيجه بالظبط بس انا انا يعني الشيء اللي انا مش الوحيد مش موافق عليه انه بيلتمس العضو الجهاز اللي... للتحكيم لان في لاينز مان الله طب هو هو ايه اللي ايه يعني يعني الكرة دي وقفت ليه؟ تعطلت ليه؟ ده مش, مش لمست ايده ده شالها بي. ده لعبها اه لعبها ب ب ب ب بنوع من الاعاقة للاعب اللي اللي كان وصل لها اه عمل قط يعني واضح لك اه ممكن تقول ان الحكم حد واقف في طريقه لكن في لاينز مان أوه. احنا خلاص عشان في بار نلغي دور بقى الحامل الراية ولا ايه؟ لا طبعا الجهاز التحكيم ما كانش موفق خالص خالص هناخدها بالمعنى س... طب بص يا استاذ ابراهيم <applause> انا خايف من حاجه اه اما كسبنا 2005 وكسبنا كسبنا 2006 بدات كلام هو مفيش غير الاهلي في القاره ولا ايه؟ اه هو انا خايف ان المعنى ده يكون ابتدى يتصدر لاداره الكاف تاني اه من فضلكم عايزين الحقوق مش اكتر من كده والساده مسؤوله لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، وكابتن عصام عبد الفتاح له دور كبير في الاتحاد الافريقي يا عم والنبي عليه المعروف لا معلش لا والنبي نط الحته دي بريم يا استاذ ابراهيم عشان خاطري مش جماعة. عايزين نتكلم عن الناس يا جماعه الفار يا <applause> عم هو انتوا مستقرين على انه تقنيه الحكم الفيديو مهمه؟ طب مهمه ليه تؤجل للادوار النهائيه؟ ليه طاقم التحكيم الفار ما يبقاش موجود في دور المجموعات؟ ما المجموعات ده على فكره ممكن يقصي ناس كبيره وناس فيها حقوق وأنت ليه بتتعامل معاها ان دي ادوار تمهيديه؟ ما هو الماتش ماتش واحد بين الثالث والرابع هيبقى عام مباراه ممكن آه. تخرج حد قرار زي ده ممكن يخرج فرقه واحنا ما بنقولش تعالى احسب للاهلي تعالى ادي للاهلي حقه وادي سان داونز حقه وادي كل الفرق حقها ما دام انتوا اقريتوا تقنيه الفار حافظه للحقوق ليه تؤجل الحقوق للادوار النهائيه؟ هل الادوار الاقصائيه دي قليله ما انا بقول لكم دي بالعكس انت عندك 16 فريق في 8 هيصعدوا وفي 8 هيروحوا ليه يروحوا ما ممكن يروحوا مظلومين اتمنى الاتحاد الافريقي يسارع ب ايجاد تقنيه الفار في في الادوار دي المهمه جدا سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه طيب اتكلمنا على الجانب المصري على الجانب السوداني الشقيق المريخ السوداني الحقيقه يلقى كل الحفاوه المستحقه ليه لانه هو نادي من جنوب الوادي الشقيق نادي جاي لما طلب من النادي الاهلي انه يكون ملعب النادي الاهلي والسلام هو ملعبه ويستضيف مبارياته الاهلي رحب بيه بكل الترحيب واداره المريخ شكرت الاهلي كثيرا على هذه الخطوه هنشوف الكابتن هيثم كابو عضو مجلس إدارة المريخ السوداني كيف يرى الأهلي؟ لو ده نتكلم عن عن الأندية الأندية الأفريقية في في أفريقيا احنا دائما نادي زي نادي الأهلي في مكانة بعيدة طبعا يعني, يعني احنا لو ده نتكلم في أفريقيا بنتكلم عن أندية أنت لازم يعني بنظرة تحليلية على الأرقام يعني والإحصاء والمؤسسية والتسلسل م. والإرادة شوف يا شوف يا يا استاذ محمد الاهلي انا في صغير عشان يعني الاهلي نطلع نطلع من الاهلي <applause> هو بعيد اصلا في افريقيا انت لو داير تجي بيجي بعده الترجي مثلا على التونسي خلينا نكون يعني اكثر وضوحا في الانديه يعني الاهلي يعني المصاري الافريقي الاول الزمالك لا مش هو الاول هو بعيد من افريقيا اصلا بعيد يعني مع نفسه الاهلي يعني لما تيجي التنافس في افريقيا حقيقه اللي بيقدم فيه المستوى اللي بيقدم فيه الاهلي والنتائج اللي بيقدمها في كاس العالم للانديه والثقافه نفسها يعني ثقافه البطولات بس ما في اسوء يعني. هو مع, مع الاهلي مع, مع العلم يا عرف مع العلم مع العلم بانه مع العلم بانه انا انا بميل للزمالك يعني انا انا شخصيا لكن انت كنت بتتكلم بعداله يعني لكن انا بميل للزمالك يعني لو بعد الاهلي مين على المستوى الافريقي؟ نعم بعد الاهلي شايف في افريقيا الترجي التونسي الترجي الترجي آه. في, في الترجي التونسي ممكن بعد كده تيجي الكثير من الانديه البيتي بيحصل في في تصاعد و... ونزول. ونزول, يعني. ونزول يعني ما في لكن, ما في لكن في. حتى رغم انه الترجي مر مر بهذا لكن بتشعر بانه فيه روح المؤسسه الاوروبيه م. يعني الان بتحس بانه مازال يعني حاسس بتشعر بانه الاهلي بعيد شويه من افريقيا طبعا هو بيتحدث عن التصنيف العام والتقييم العام للأندية وحاخد منه جملة واحدة الأهلي بعيد مع نفسه مم. لأن نتيجة مباراة هتحسم لك تقييمك ولا أمور من خارج هذا الإطار وده الاحترام اللي أنا بطلبه أن النادي الأهلي يحافظ عليه الناس تظل على هذا الاحترام لي طيب رأي كابتن كريم حسن شحاتة في ما حدث للأهلي وفرصه إيه نشوف رغم خسارة الأهلي من سان داونز في القاهره بس الاهلي عنده ثلاث ماتشات على ملعبه يقدر ياخد التسع نقاط ولازم هناك لما يروح سان داونز على الاقل يتعادل الاهلي النهارده كان في تحفظ شديد جدا من موسيماني لدرجه ان موسيماني انا بقول لكم بقى احساسي وانا بتفرج على المباراه ان موسيماني خايف يتغلب من سان داونز يعني هو النهارده انتوا عارفين سان داونز ده نادي وكان في الفتره اللي فاتت شد وجذب ما بينه وما بين جماهير سان داونز على السوشيال ميديا و... الاهلي ضيع بعض الفرص النهارده ولكن برضو مش الفرص اللي احنا نقدر نقول عليها اللي هي الخطيره للاهلي اه كان هيكسب لا المباراه كانت متكافئه الاهلي السنة نسبيا مع فرقه سان داونز بتدافع كويس قوي وبتلعب على الهجمات المرتده انتوا عارفين لعيبه جنوب افريقيا خفاف وحريفه وقدروا يعملوا الهجمه المرتده بشكل كويس جدا لغايه ما احرزوا هدف في الاهلي في الاخر عن طريق فابلو مورينا وانتهت المباراه بخساره الاهلي 1-0، مشكله كبيره ولكن ظروف الاهلي افضل. طيب هذه نظره متفائله مبنيه على تقييم موضوعي للفرق ولكن انا لا اخشى الا التوفيق. عدونا في المرحله الجايه حاجتين، التوفيق والتوتر الذي قد يكون مصحوبا بتسرع. اما مستوياته كده المفروض المنطقي ان النادي الاهلي يستطيع ان يحقق هدفه باذن الله طيب احنا قلنا لكم انه فيه ست ماتشات في ال 18 يوم ودول المفروض بيفرضوا على كل طرف من الاطراف مسؤوليات اذا كان بنتمنى لمستر بيتسو موسيمان وجهازه كل التوفيق في اختيار الافضل والانسب إذا كنا بنامل في لاعبتنا الطبيعي انه هيحدث نوع من التدوير والطبيعي ان الراجل هيحاول يستغل كل اللعيبه المتاحه وزي ما ماتش المقصه تعامل معاه لما قعد الطرفين الاساسيين معلول وهاني واستخدم كريم فؤاد واستخدم محمود وحيد الاثنين كانوا هايلين جدا نتمنى انه في ظل ضغطه هذه المباريات بالشكل ده كل اللي هتتاح ليه فرصه يلعب يكون فعلا عنده القدر الكامل من التركيز إنه ده النادي الأهلي وتحملوا المسؤولية وتحملوا المسؤولية ومش عايزين فكرة إنه الفرص الكتيرة لا الماتشات الكتيرة المضغوطة ديت النتيجة لمباراة بتأثر على المباراة اللي بعديها يا باشمهندس طبعًا طبعًا وهتلاقوا في محاولات كتيرة يوتروا الأرض اللي تحتيه. أنا أتمنى ماتش بكرة بإذن الله يعدي بالنتيجة المطلوبة عشان ما يبقاش بس يدخلنا في 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 ديلمة لازمة وأنت عندك وفرة عددية ما شاء الله وإحنا بنراجع الأسماء كلها لعيبه كبيره وكلها خدت فرص وكلها اثبتت وجودها لكن فكره ان انا نبدا نتكلم على الجدول والضغط و و و عندنا لعيبه كثيره كويسه اللي هيتم هي اختياره نامل انه يكون عند المستوى الحدث ان شاء الله يا باشمهندس ان شاء الله طيب ايه اللي خايف ايه اللي قلقك منه الفتره اللي جايه؟ انت قلقان من انه النتائج انا عايز التوفيق بس ايه بس بسرعه نسترد نغمه الانتصارات أهم حاجة. مم. وعايز اللعيبة برضو خلاص المدرب قال لهم أنتوا عملتوا اللي عليكم ما كانش فيه توفيق وكان فيه شوية نوع من الإيه؟ الاسترخاء في التعامل مع الفرص. مم. هم عارفين هذا الكلام ويستطيعوا أن يتجاوزوا المحنة. أنت لو عايز تكسب الماتش المريخ لازم تكسب في الدوري. ما ينفعش تخش وأنت مش كسبان. مم. فتسعيد النغمة يعني يعني ماتش المريخ يأثر فيه ماتش كل فرق. ماتش ف... يأثر في التاني اه وانا مش عايز بقى النتائج الكبرى اه مش عايز الاربعات والخمسات دي انا مش عايز كده انا مم. عايز اكسب وانا يعني آه بحقق هدفي بحقق هدفي لكن استسهال كمان ان انا ابو اربعه اللي تألق فيه فلان وفلان بيؤدي الى نوع من الهدوء آه في في الماتشات التاليه مم. وبقية الفرق اللي هتلعبك هتلعبك وهي برضه مستهدفه ده مؤكد اه مؤ... ادي الفرق اللي قدامك كل الحق اه هتقول لي بيضيعوا وقت هتقول لي مش عارف يلعبوا ازاي حتقول... بس اخد حقي يعني م. عايز يلعب طاف يلعب طاف بس اخد حقي امم اخد حقي من التحكيم امم عشان الدنيا تتظبط مش عايز اكتر من كده م. وانا اسعى يبقى مصيري في ايدي بصراحه يعني م. مش عايز اسيبها على الظروف اه مفيش كلام على انه ان انت عندك ماتش 8 مارس بتاع بيراميدز انت بتلعب مع فاركو واحد والمريخ خمسه خلاص يا استاذ ابراهيم مش هنقعد نتكلم الدنيا فوقت. واضحه الضغوط آه. واضحه آه. وهو برضه بيراميد هيكون مضغوط ايوه يعني خلينا بقى من الحته دي م. عشان ما نبقاش عمالين نخلق حاجات مش هتتحقق الكوره المصريه هذا هو واقعها هتلعب م. مضغوط وهيبقى فيه اصابات وهيبقى في ربنا حمينا منها طبعا خدنا حظنا وحظ الايام القادمه من الاصابات تبعد عننا شويه بقى ونتمنى ان احنا الوفره العدديه في الكفاءات اللي عندنا يكون فيها الحلول ونتمنى ان شاء الله ان جمهورنا الكبير يكون دايما في ظهر الفرقه دايما عنده الثقه في الفريق أيوة. دايما عنده الدعم للجهاز الفني دايما عنده التقدير للي حصل وما الانتقاد اللي ملوش لازمه دلوقتي لانه آه. لو استدرجنا الى صناعه مناخ سلبي مش هنخلص. م. جمهور الاهلي معروف بوعيه، معروف بانتمائه، معروف بمسؤوليته عن فرقته. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير إن نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير. كلام بجد شد وجزد خد وهات وهات وخد بص